خلال لقائهما في طهران على هامش اجتماع ترويكا برلمانات الدول الإسلامية، أكد ضرورة اتخاذ قرارات هامة من أجل دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الممارسات العدوانية الصهيونية، منددين بالصمت الدولي إزاء الجرائم بحق الأبرياء العزل. اللحام أشار إلى أن استهداف سوريا والعراق عبر قطعان الإرهاب المدعوم غربيا واستهداف المقاومة الفلسطينية من قبل الإرهاب الإسرائيلي يوضح المشهد الحقيقي للمخطط الذي يستهدف المنطقة. وأوضح اللحام أن كل ما يجري عبارة عن حلقات متكاملة مترابطة في مخطط ضرب قوى المقاومة في المنطقة وإضعاف دولها، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لاريجاني أعرب من جانبه عن دعم بلاده لسوريا حكومة وشعبا في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار فيها، مؤكدا أهمية مواجهة الفكر الإرهابي التكفيري الذي يخدم مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة. وفي كلمة أمام اجتماع ترويكا البرلمانات الإسلامية، أكد اللحام أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على أشقائنا الفلسطينيين هو ذات العدوان المستمر منذ أكثر من 66 عاما والذي لم يتوقف يوما. وقال اللحام أن هذا العدوان يستمر وسط صمت دولي وتراخ عربي وإسلامي حيال ما يجري، حيث لا تكلف بعض الدول نفسها عناء إدانته، بل تحمل الشعب الفلسطيني مسؤولية ذبحه على يد قوات الاحتلال متماهية بذلك مع مواقف الدول الغربية. أوضح اللحام أن أفضل سبيل لردع العدوان ووقفه هو دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرة قواه المقاومة عبر توحيد الكلمة ورص الصفوف، داعيا المنظمات الدولية إلى التخلي عن صمتها حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الخطوات العملية للضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عنه. وشدد اللحام على ضرورة التحرك قبل فوات الأوان، لأن الإرهاب لن يبقى محصورا في سوريا والعراق، بل سيمتد ليطول دول المنطقة جميعها. فالمعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري والجيش العراقي ضد الإرهاب، والمعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية والتي خاضتها المقاومة اللبنانية ضد إسرائيل، هي معركة واحدة، وهي معركة دفاع عن الأمة الإسلامية وعن مستقبل شعوبها. البيان الختامي لاجتماع اتحاد برلمانات الدول الإسلامية دعا إلى دعم المقاومة على جميع الصعد بمواجهة العدوان باعتبارها حقا مشروعا، ورفع الحصار اللاشرعي واللا أخلاقي عن قطاع غزة، وفتح المعابر والعمل على إنشاء الميناء البحري. ورفض البيان مساواة الجلاد بالضحية، ودعا إلى المشاركة الكثيفة بيوم القدس نصرة لفلسطين وشعبها يوم الجمعة القادم.